السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الاثنين 22 من شهر يونيو 2020، أهم أخبار ألمانيا. الصحافة الألمانية هذا اليوم تتكلم على ثلاث مواضيع مهمة. الموضوع الأول إلقاء القبض على طبيب سوري، كان أيضا يعمل طبيب هنا في ألمانيا، طبيب للعظام والمفاصل بمقاطعة هسن، ألقي عليه القبض، اسمه علاء. تتهمه السلطات الألمانية بجريمة التعذيب وجرائم ضد الإنسانية في حق متظاهرين شاركوا في مظاهرات في سوريا سنة 2011. حسب الصحافة الألمانية وحسب النيابة العامة في ألمانيا، تقول بأنه الطبيب علاء قبل أن يأتي إلى ألمانيا كان يعيش في سوريا، وكان يعمل طبيب بمستشفى عسكري بمدينة حمص. وتقول النيابة العامة الألمانية بأنه علاء في سنة 2011 شارك في تعذيب أحد المواطنين السوريين الذين خرجوا في مظاهرة ضد النظام في سوريا، وقالوا بأنه هو كان يعمل طبيب بمستشفى عسكري بمدينة حمص عندما تم إلقاء القبض على أحد المتظاهرين، يعني مورست عليه التعذيب، وبعد ذلك حصل له إغماء، وتم نقله إلى المستشفى العسكري بمدينة حمص، وأن علاء مارس عليه أيضا التعذيب بدل أن ينقذ حياته بما أنه هو طبيب. ويعني تعرض هذا المواطن السوري مرتين إلى التعذيب على يد علاء، وبعد ذلك توفي المواطن السوري بعد التعذيب الذي تعرض له. علاء جاء إلى ألمانيا سنة 2015، وبعد ذلك تعلم اللغة الألمانية وبدأ بمزاولة مهنة الطب في ألمانيا. قناة الجزيرة كما تتكلم الصحافة الألمانية عملت روبورتاجا وعملت برنامجا وثائقيا وتكلمت على الأشخاص الذين كانوا يمارسون التعذيب على الناس في سوريا. أحد الأشخاص أو المواطنين السوريين تعرف على علاء من خلال البرنامج التلفزيوني لقناة الجزيرة، وذهب عند الشرطة الألمانية وعمل شكاية عند الشرطة الألمانية. بعد هذه الشكاية قامت الشرطة الألمانية بعمل حملة مداهمة وإلقاء القبض على علاء، والآن موجهة له تهم ثقيلة وكبيرة، جرائم ضد الإنسانية وجريمة القتل والتعذيب. أصدقائي، والآن سوف تبدأ التحقيقات مع علاء من أجل معرفة هل هو بريء من هذه التهم الموجهة له، أم هو فعلا مذنب وشارك فعلا في التعذيب. هذه الأمور سوف نعرفها في الأيام المقبلة، وهذا الخبر تتكلم عنه الصحافة الألمانية. تتكلم أيضا الصحافة الألمانية على الأحداث التي حصلت في شتوتغارت، وتقول الصحافة الألمانية بأن هذا اليوم تم اقتياد 6 من الفوضويين والمخربين الذين شاركوا نهاية الأسبوع في تخريب وسط مدينة شتوتغارت. كما تلاحظون أيضا في الصور، أغلب من تم اقتيادهم إلى قاضي التحقيق كانوا عاملين لهم هنا يعني هاند شيلن، يعني مسكينهم كلبشات هاند شيلن في اليد وفي الرجل، وكان معهم دائما محامي وشخص من الشرطة. سوف يبدأ معهم التحقيق الآن لمعرفة الأسباب الحقيقية لأعمالهم التخريبية الغير مقبولة. حسب ما نشرت الصحافة الألمانية وحسب ما قال رجال الأمن، بأنه هؤلاء الشباب أعمارهم تتراوح بين 15 16 17 18 سنة، أيضا هناك 19 20 و21 سنة، وكانوا مجتمعين في مدينة شتوتغارت لأنهم غاضبين بسبب غلق الديسكوات والبارات ومحلات الشيشة ومحلات الترفيه في المدينة. وعندما لاحظوا بأن أحد رجال الشرطة جاء من أجل أن يعمل كنترول، لأنه شاف واحد عنده 17 سنة يدخن الحشيش، جاء عنده الشرطة من أجل مراقبته،
فعندما رأوا ذاك المنظر كلهم هجموا على الشرطة وهجموا على المدينة من أجل تخريبها، عمل لا أخلاقي، ونتمنى لهم المعاقبة. هذا اليوم أيضا وزير داخلية ألمانيا، يعني وزير الداخلية للحكومة الاتحادية، كان أيضا وسط المدينة رفقة رئيس وزراء حكومة بادن فيوتنبرغ وأيضا وزير داخلية حكومة بادن فيوتنبرغ. هناك خبر آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية، وهو تهديد وزير الداخلية يوم أمس لأحد الصحفيات لجريدة تي آت سيت، التي كانت كتبت مقالة، وفي تلك المقالة كانت شتمت فيها الشرطة وقللت من حجم الشرطة، وقالت بأن الشرطة مكانها هو القمامة والزبالة. هذا الأمر أغضب وزير داخلية ألمانيا، يعني الوزير للحكومة الاتحادية السيد زيهوفا، وأعلن يوم أمس بأنه يرغب أن يرفع عليها قضية لأنه لا يقبل بهذه الأمور، وقال بأن هذه الأمور والتقليل من شأن، يعني التقليل من شأن الشرطة، يؤدي إلى أن الناس لا تعود تحترم رجال الشرطة. هذا الأمر انتشر يوم أمس. هذا اليوم سمعت بالخبر السيدة ميركل. السيدة ميركل قالت له: انتظر انتظر يا سيد وزير الداخلية، ماذا ترغب أن تفعل؟ خلينا في البداية نتناقش ونتشاور. وكأن السيدة ميركل قالت له: لا تعمل على صحفية، لا تعمل لها قضية أو لا ترفع عليها قضية، لأن هناك ما يسمى حرية الصحافة وحرية التعبير. حسب المعطيات التي جاءت بأن السيدة ميركل تطلب من السيد وزير الداخلية أن لا يعمل ولا يتابع هذه الصحفية قانونيا، لأنه هناك حرية للتعبير في ألمانيا. أيضا هناك مجموعة من الأحزاب ومجموعة من الصحفيين غاضبين عندما سمعوا بأن السيد وزير الداخلية يرغب بمتابعة صحفية قانونيا. قالوا: ما هذا؟ نحن في دولة الحريات يا وزير الداخلية، ولسنا في دولة تعتمد على النظام الديكتاتوري، بحيث أن وزارة الداخلية تسكت جميع الأصوات. بعد ذلك هذا اليوم قال وزير الداخلية بأنه سوف يفكر شيئا ما ويرغب بالتشاور، وسوف يؤجل موضوع رفع دعوى قضائية على صحفية، لأن هذا الأمر نال انتقادات وغضب كبير في ألمانيا بسبب حرية التعبير. وقالوا: يا وزارة الداخلية، لا تسكتوا ولا تضغطوا على أصوات الصحفيين، لأنه يجب أن تبقى الصحافة حرة وبعيدة عن الخوف، بأنه أي صحفي الآن سوف يصبح يخاف إذا قال رأيه، يمكن أن يتابع قانونيا أو يدخل إلى السجن. لذلك الآن تراجع وزير الداخلية وقال بأنه سوف يعيد التفكير في الأمر، لأنه الكل انتقده. والسيدة ميركل الرئيسة، يعني رئيسة الحكومة، حكومة ألمانيا، يعني هي مستشارة ألمانيا، كأنها تشاورت معه وحذرته من هذه الخطوة. كانت هذه أهم أخبار ألمانيا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.